أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. معلم يتولى تدريس طلاب مدرسة كاملة في عمران. الحوثيون يشترطون على أقارب الأسرى الدفع بالريال السعودي للإفراج عنهم. ومن أخبارنا المنوعة، القبض على قط في أمريكا بتهمة تعاطي المخدرات. ما تزال أم أحمد منذ 3 أشهر تجوب بيوت أقاربها الميسورين وتناشد المغتربين من أبناء منطقتها في دول الخليج المساهمة في تقديم الدعم المادي لإنقاذ ابنها البكر وتحريره من الأسر بعد أن وافقت ميليشيا الحوثي على تحريره مقابل الفدية. وفقا لتقرير نشره موقع بلقيس، فإن أحمد واحد من آلاف الجنود الذين دفعتهم الظروف المعيشية المترتبة عن الحرب إلى الالتحاق بالألوية العسكرية التي جندتها السعودية للدفاع عن حدودها الجنوبية من هجمات ميليشيا الحوثي. ينتمي أحمد مثل غالبية الشباب الذين اضطرتهم الحياة إلى خوض حروب نيابة عن المملكة العربية السعودية، ينتمي إلى عائلات فقيرة غامرت وألحقتهم بجبهات الحدود مقابل راتب لا يتجاوز 2000 ريال سعودي للمساهمة بتحسين الحالة المعيشية لها. على الرغم من القلق والخوف على مقتل أبنائها، لم تدم الأوضاع طويلا وأحست عائلات الجنود بصدمة كبيرة مع إعلان ميليشيا الحوثي عن عملية عسكرية نتج عنها مقتل وأسر المئات في الجبهات الحدودية. ومع نهاية العام 2019 بدأت أسرة أحمد رحلة بحث شاقة عن ولدها لمعرفة مصيره وهل كان بين القتلى أو لا يزال في عداد الأسرى. بعد مضي ما يقارب العام تفاجأت باتصاله يخبرهم أنه متواجد في أحد السجون بصنعاء ضمن الأسرى. لم يكن دافع ميليشيا الحوثي السماح للأسرى بالاتصال بذويهم إنسانيا بهدف طمأنة عائلاتهم، واتضح أن التواصل يهدف إلى إجبارهم على دفع مصاريف شهرية للأسرى حتى لا تتحمل الجماعة نفقات بقائهم في السجون. منتصف العام الماضي 2022 خيرت الميليشيا أقارب أحمد بين دفع مبلغ مالي يقدر ب30,000 ريال سعودي فدية لتحريره أو بقائه طيلة حياته في السجون، وهو ما عجزت الأسرة عن توفيره للميليشيا. الاتفاقية السعودية الإيرانية ملة المستبدين واحدة. تحت هذا العنوان كتب موسى النمراني مقاله المنشور في موقع بلقيس، مضيفا: في العام 2016 سمح النظام الإيراني لمتظاهرين بالوصول إلى مبنى سفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد وإهانة العلم السعودي ونهب بعض محتويات السفارة وتحطيم أثاثها. سبق للنظام الإيراني الحاكم أن أساء التعامل مع البعثات الدبلوماسية على أراضيه وعلى أراضي غيره، وله في هذا المجال تاريخ طويل وزاخر بالأحداث. ومن الأحداث المرتبطة بعلاقته مع السعودية محاولة اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة في العام 2011. لم تكن العلاقات السعودية الإيرانية على خط متناغم طوال الوقت حتى أثناء الحكم الملكي لإيران قبل عام 78، لكن التوتر أخذ منحا تصاعدي بعد وصول الملالي لحكم إيران باسم الثورة الإسلامية. توتر العلاقات السعودية الإيرانية الأخير تزامن مع حرب سعودية إيرانية على الأراضي اليمنية خاضتها ميليشيا الحوثي نيابة عن إيران، فيما دخلتها السعودية مباشرة بقواتها البرية والجوية، إضافة إلى وكلائها المحليين الذين عانوا من تخبط قرارها الداخلي وتغير أولوياتها باستمرار. الاتفاقية السعودية الإيرانية يمكن قراءتها بطريقتين: الأولى شعور السعودية بخيبة الأمل تجاه تفريط الإدارة الأمريكية بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الحماية للأمن السعودي، وبالتالي لجوء السعودية إلى حماية أمنها من خلال التوجه مباشرة إلى طهران عبر الوسيط الصيني والمنافس الأول للولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة. أما الطريقة الثانية لقراءة الحدث فهي حسابه ضمن الدعم الأمريكي السخي المقدم للنظام الإيراني الحاكم في مواجهة الاحتياجات الشعبية، وتتويجا لانتصارات في المنطقة ضمن الحرب المشتركة لأنظمة الاستبداد في مواجهة الثورات الشعبية التي تخوضها هذه الأنظمة كتلة واحدة ضد شعوبها متجاوزة خلافاتها المعلنة، لأن ملة المستبدين واحدة.
أظهرت صور مدرسة بمديرية عذر في محافظة عمران يديرها مدرس متطوع واحد ويتكفل بتدريس الطلاب من الصف الأول وحتى السادس الأساسي. عنوان المصدر أونلاين: عمران متطوع وحيد يدرس 6 صفوف في مدرسة بلا كراسي. وأفادت مصادر محلية بمديرية عذر أن المدرسة أنشئت منذ نحو 15 عاما ولا يوجد بها كراسي أو مدرسون ثابتون حتى الآن. ووفقا للمصادر فإنه يتم جمع الطلاب والطالبات من الصف الأول وحتى الثالث الأساسي في أحد الفصول الدراسية، ويجمع الطلاب من الصف الرابع وحتى السادس في فصل آخر، ويقوم مدرس وحيد بتدريس الطلاب كل المواد الدراسية. ويسلط هذا النموذج الضوء على حالة عملية التعليمية في ظل ميليشيا الحوثي التي حرمت المعلمين من مرتباتهم، ما عطل العديد من المدارس لا سيما في الأرياف. منذ أن أعلنت إيران والسعودية الجمعة استئناف علاقتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 بعد مفاوضات قادتها الصين، توالت ردود الفعل العربية والدولية حول أثر هذا الاتفاق والبعد الذي يحمله على المنطقة فيما يتعلق بعلاقات الصين ونفوذها في المنطقة. تعنون البي بي سي: الاتفاق بين إيران والسعودية. الصين تحقق اختراقا في خلاف شائك منذ سنوات، ففي وقت شكرت فيه كل من السعودية وإيران الصين على الدور الذي لعبته وجهودها في التوصل لاتفاق، اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الاتفاق بمثابة نصر للحوار والسلام، وأن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم وستظهر تحليها بالمسؤولية بصفتها دولة كبرى. وأضاف أن العالم لا يقتصر فقط على قضية أوكرانيا. من جانبه سارع البيت الأبيض لتأكيد أن واشنطن كانت مطلعة على المباحثات بين الأطراف. الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه الجمعة سبقته مباحثات بين طهران والرياض خلال عامي 2021 و2022. يتساءل موقع البي بي سي: كيف تمكنت الصين من الوصول لهذه النتيجة؟ محلل سعودي قال إن السبب هو كونها لا تملك تاريخا استعماريا في المنطقة، وهي أمور وظفتها بكين خلال حواراتها ودبلوماسياتها وأدت في وصول الأطراف المختلفة للاتفاق. ويضيف: الحوارات العربية في عمان والعراق سابقا احتاجت الدعم الدولي نظرا لحالة عدم الثقة والشكوك المتبادلة التي شابت أجواء الحوار بين طهران والرياض، ولكن ما مصالح الصينيين من المصالحة؟ يقول التقرير إن من بين ذلك النفط الخليجي وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة في العراق والبنية التحتية في سوريا وما يشكله ذلك من فرص اقتصادية للشركات الصينية وفرصة سياسية في أن تفرض نفسها كبديل عن الولايات المتحدة. السعودية وإيران أخبار سعيدة. تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله الذي تنشر بلقيس جزءا منه. سوف يقول لك الذين عاشوا أوقاتا ليست بعيدة كثيرا إن قسمة سني شيعي لم تكن مطروحة في التداول على الإطلاق، ويتذكر أبناء جيلي جيل النصف الثاني من القرن العشرين أنهم لم يكونوا يعرفون عن الفروقات بين السنة والشيعة، وأن المهتمين شرعوا في توسيع معرفتهم بعد أن أخرجت هذه الثنائية المتعارضة من الظلال، وكان هذا الخروج كارثة أو نذيرا بكارثة على الأقل. فقد ذهبت الكثير من الموارد والطاقات في المنطقة العربية إلى التسلح والتخطيط ورسم السياسات على أساس توقع نشوب صراع كبير مع إيران. بطبيعة الحال كان المستفيد الكبير من القسمة السنية الشيعية وتداعياتها على المستويات كافة هو القوة الساعية إلى الهيمنة في الإقليم التي لا مصلحة لها في انسجام شركاء الجغرافية وحتى العقيدة على طريقة فرق تسد. ولو نظر بطريقة عملية إلى أصل الخلاف الذي بيّنت عليه القسمة السنية الشيعية لا وجد أنه لا يصلح مطلقا لأن يكون منطلقا لعداوة مدورة للجميع بين جناحي العقيدة الإسلامية. وكان العراق الذي تميز بوضوح التواجد بين الطائفتين بين مواطنيه مثالا على كيفية تحييد الفروقات وإبراز المشتركات. وكان المعتدلون الكثر من الطائفتين يصلون في مساجد بعضهم البعض ويحفظون حسن الجوار والانتماء. وكان فقط حين أوقظت القسمة
بين العراقيين حين سالت الدماء وتصاعدت الأحقاد، وسرعان ما انتشرت القسمة إلى اليمن ولبنان والبحرين والسعودية وغيرها من البلدان التي تضم مواطنين من الطائفتين، ودائما كانت النتيجة وبالا على الجميع. من المؤمل أن تنطفئ بالتدريج الحرائق الطائفية التي ضربت منطقتنا عندما تشرع القوتان المؤثرتان في تهدئة الاشتباك بين المتأثرين بهما، وتفعل الدول العربية السنية خيرا بنفسها حين تنزع هذا الفتيل المتصل ببرميل بارود. وفي الأحوال المثالية سيكون تحول علاقات الصراع إلى تعاون مع الجيران الأصيلين في الإقليم شأنا كله خير، كان وراءه صفاء النوايا مقرونا بالبراغماتية. ساندي تلغراف نشرت مقالا عن الهجرة وأثرها على تقدم واستقرار الأمم، واستهلت الكاتبة جانيت ديلي بالقول إن تاريخ البشرية إنما هو قصص مهاجرين في الأساس، وإن حركة انتقال الناس لطالما كانت سببا رئيسيا من أسباب تقدم المجتمعات، حتى عندما كان الدافع وراء تلك الحركة يتمثل في ظروف صعبة كالمجاعات أو الصراعات. ونبهت الكاتبة إلى أن الأمم أو القبائل التي بقيت منعزلة حرمت من نور التطور حين تخلت عن نشاط ضروري لأي ثقافة ناجحة وقادرة على التكيف. وأكدت جانيت أن استيعاب وافدين جدد ليس تصرفا إنسانيا فحسب، إنما هو ضرورة لصحة أي أمة. واستدركت الكاتبة بالقول إن هذه الحقائق على وضوحها إنما تنطوي على مفارقات ذلك أن المجتمعات حتى المتقدمة منها والحديث تتألف من مجموعات يتشارك أفرادها الهوية نفسها عبر اعتناق القيم نفسها والاتجاهات، ويصبح هذا التجانس مهددا لدى وصول أعداد كبيرة من الوافدين الجدد ممن يعتنقون قيما واتجاهات مغايرة. وهنا تكمن المعضلة، فالعامل المحفز على تقدم وقوة الأمم لا سيما المسنة منها هو ذات العامل المثير للخوف والنفور بين أبنائها. وأكدت جانيت أن الرغبة في البحث عن فرص في الحياة أفضل، والتي هي دافع كثير من المهاجرين، هي أمر مشروع تماما، كما هي رغبة المجتمعات التي تستقبل هؤلاء المهاجرين في الحفاظ على هويتها وتجانسها. واختتمت الكاتبة بالقول ربما كان ما نحتاجه ليس عالما من أشخاص غير منتمين لأي مكان، وإنما نحتاج إلى مجتمعات مستقرة يمكنها أن تقدم شعورا بالانتماء لهؤلاء الأشخاص دون أن تفقد هذه المجتمعات هويتها. إلى صحيفة ساندي تايمز التي نشرت مقالة للكاتب مارك غاليوتي عن تداعي ما تبقى من نفوذ للإمبراطورية الروسية. ورأى غاليوتي أن أوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي خرجت عن مدار روسيا بفضل الحرب المحتدمة بين الطرفين، وأن فلاديمير بوتين يخسر بقايا نفوذ كان لأمته في جمهوريات سوفيتية سابقة، ولا سيما كازاخستان وقرغستان وطاجيكستان وتركمانستان في آسيا الوسطى. ونوه الكاتب بما كانت تحظى به موسكو يوما من مكانة في تلك المنطقة كضامن أمني ووسيط إقليمي أساسي، وكيف تبدلت هذه الحال الآن بحيث أصبحت روسيا ينظر إليها كجار منكفئ عدا مصلحته الخاصة. ولفت غاليوتي إلى أن الصقور الروس يرون في مواقف تلك الجمهوريات في آسيا الوسطى مؤامرة سهر عليها دبلوماسيون غربيون. وأشار صاحب المقال الذي ترجم لصالح البي بي سي إلى أن هذه الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى أصبحت تتطلع إلى ما وراء روسيا، ذلك أن شريكهم التجاري الأول الآن هو الاتحاد الأوروبي، فيما تأتي روسيا في المركز الثالث في هذا الصدد بعد الصين. قبل عام كانت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا قد حثت روسيا على الانسحاب. وبعد زيارة لافروف بلدها قبل بضعة أسابيع سئلت باندور عما إذا كانت قد كررت التنويه بنفس هذا الشعور لنظيرها الروسي، وفي الإجابة قالت إن هذا كان مناسبا في العام الماضي، لكن تكراره الآن سيجعلني أبدو تبسيطية وطفولية للغاية. ثم أشادت باندور بالعلاقات الثنائية الاقتصادية المتنامية بين بريتوريا وموسكو، وأحيا البلدان الذكرى السنوية للحرب بمناورات عسكرية مشتركة. يعكس هذا التغير بالمواقف التوجه الجديد للعالم، كما كتب بيتر فرانكوبان في مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد.
بعد شهر من غزو بلاده لأوكرانيا، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي: هذا الأمر لا يتعلق بأوكرانيا على الإطلاق، وإنما بالنظام العالمي. العالم أحادي القطب يتراجع بشكل لا رجعة فيه عائدا إلى الماضي، وهنالك عالم متعدد الأقطاب يولد الآن. بعبارات أخرى، لم تعد الولايات المتحدة شرطي العالم، وهي رسالة يتردد صداها في البلدان التي كانت تنطوي منذ فترة طويلة على شكوك أزاء القوة الأمريكية. ربما يبقى التحالف الأساسي للغرب صلباً، لكنه فشل في كسب العديد من الدول التي رفضت اختيار الاصطفاف مع أحد الجانبين. لقد أتت مهمة موسكو الدبلوماسية لبناء علاقات وصقل سرد على مدى العقد الماضي بثمارها. يعمل فلاديمير بوتين قصداً وبلا كلل على تكوين واستثمار هذا التحالف المكون من الدول التي تشعر بأنها ضحية للإمبريالية الغربية، ويضع روسيا على رأسها. وقال بوتين في أيلول سبتمبر إن الغرب يريد أن يرى روسيا كمستعمرة. وتلقى هذه الرسالة صداً مماثلاً في أجزاء كبيرة من آسيا، حيث رفضت أكثر من ثلثي البلدان إدانة روسيا في التصويت الأول في الأمم المتحدة. وكذلك هو حال أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث تستمر موجات المشاعر المعادية للغرب والرأسمالية في التضخم. وكما لاحظ المؤرخ ستيفان كوتكين، فإن الديمقراطية تخوض الحروب بشكل مختلف عن الأنظمة الاستبدادية. مع مرور الوقت سيرجح ذلك كفة الميزان لصالح من يمكنه تحمل الألم لفترة أطول في هذه الحالة روسيا، ذلك أن حروب الاستنزاف مكلفة ويصعب تحملها. بأكثر العبارات التي تصفها صراحة، كانت الحرب بمثابة لحظة لواحدة من أعظم عمليات نقل الثروة في التاريخ، حيث حصدت الدول الغنية بالطاقة مكافآت نقدية عملاقة أدت بدورها إلى تسريع تغيير النظام العالمي. قبضت السلطات الأمريكية على قط في ولاية أوهايو، ثم قامت بعدد من الإجراءات. فما هي قضيته؟ تعنون الغد: القبض على قط في أمريكا يتعاطى المخدرات. وذكر موقع الفن الإخباري أن مسؤولين استجابوا لتقارير عن فهد عالق بشجرة، وعندما وصلوا إلى مكانه وجدوا قطا إفريقيا يعيش بعيدا عن موطنه الطبيعي. وأسفر اختبار الحمض النووي عن إثبات تعاطي القط مادة الكوكايين المخدرة، ما استدعى التحفظ عليه وتقديم الرعاية الصحية له. وأوضحت حديقة الحيوان سينسيناتي التي يتلقى القط فيها العلاج أن المدربين سيقدمون له اللازم، مشيرة إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فستبقيه لديها. ولفتت إلى أن القط الذي أصبح اسمه أميري لن يكون مرئيا للجمهور هذه الفترة على الأقل، مؤكدة أنها مرحلة إعادة التأهيل. وذكرت السلطات أنها عثرت على صاحب الحيوان الذي أبدى تعاونه مع المحققين. الأحداث كما وثقت عدد منها صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها معا. وفي آخر فقرة من البرنامج مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابع معها.
إلى هنا وصلنا إياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.